في البداية نعرف انطباع حضرتك من النقطة دي، وبعد كده نتكلم على تفاصيل التطوير اللي حاصل في قطاع التعليم الفني. انطباعي ان طرح السؤال أساسا في إشكالية، لأن إحنا جردنا كده أحد الطرفين من كل مميزاته باستثناء إن هو إذا كان خريج تعليم فني أو مش تعليم فني. في حاجات كتيرة قوي حاكمة، ما ينفعش إن 55% أو 60% من الطلاب اللي بيخرجوا من مرحلة الإعدادية وبيلتحقوا بالتعليم الفني إن إحنا نصدر لهم الصورة دي. 60% يا دكتور، 60% من الطلاب اللي بيتخرجوا من الإعدادية بيلتحقوا بالتعليم الفني. أيوه. وبالتالي دي الصورة اللي رصدها البنك الدولي في دراسة عملها سنة 2012 أو 2014. أيوة. 2014 ورصد إن دي أحد المشاكل اللي موجودة في التعليم الفني، وهو النظرة السلبية أو النظرة النمطية للمجتمع بالنسبة للتعليم في العالم. في مصر. يعني الدراسة دي كانت في مصر تحديدا. دي كانت في مصر. آه. كان البنك الدولي كان بيعمل دراسة بحيث ان هو يرصد ايه هي المشاكل اللي بتواجه التعليم الفني. عشان كده احد الركائز اللي قايم عليها استراتيجية تطوير التعليم الفني هو تحسين النظرة المجتمعية لخريجي التعليم الفني او للتعليم الفني بصفة عام. عشان كده يا دكتور عايزين نعرف من حضرتك واقع التعليم الفني حاليا في مصر ايه؟ هل هو بشكله القديم المتعارف عليه اللي كان في حاله من النفور خلينا نقول منه، لان بيقولوا ان الطالب مش بيتعلم المستهدف منه في الدبلومات او غيره يعني، ولكن هل الوضع اختلف حاليا؟ الوضع اختلف من سنة 2014. اختلف من سنة 2014 من المادة 20 من الدستور اللي بتنص على التزام الدولة بتشجيع التعليم الفني والتقني والتدريب المهني وتطويره والتوسع في أنواعه كافة، ووفقا لمعايير الجودة العالمية وبما يتطلبه سوق العمل. دي رقم واحد. رقم اتنين، في سنة 2018 فخامة الرئيس السيسي في وجه ان سنة 2019 هو عام التعليم. صحيح. ووجه بانشاء اكاديمية خاصة بجودة ضمان التعليم الفني والتدريب المهني. وجه بانشاء اكاديمية خاصة بتأهيل معلمي التعليم الفني. ايوه. يعني القيادة السياسية، أكبر قيادة سياسية موجودة في مصر بتدعم التعليم الفني. هل نتوقع أن هو هيفضل زي ما هو؟ إحنا بنسابق الزمن من سنة 2018، أو وزارة التربية والتعليم بتسابق الزمن من سنة 2018 عشان تستغل هذا الدعم الغير محدود للتعليم الفني. وبناء عليه تم إقرار الاستراتيجية اللي كان لسه بنتكلم عليها في التقرير، خمس ركائز أساسية: ضمان جودة التعليم الفني، الحاجة الثانية مراجعة البرامج الدراسية وبناء المناهج وفق منهجية الجدارات. أيوة. المهنية المطلوبة في سوق العمل، وثالث حاجة رفع قدرات معلمي التعليم الفني، رابع حاجة إشراك أصحاب الأعمال في تطوير التعليم الفني، خامس حاجة تحسين النظرة المجتمعية للتعليم الفني.